في آراء كثيرة حول حدث الطوفان، ممكن تشاركنا في بعض هذه الآراء؟ الآراء اللي بتقول إن الطوفان ده مش ممكن يحصل لأنه ما فيش كمية مية كافية. فعملوا نموذج على الكمبيوتر، لو سطحت الأرض كلها يعني شيل المرتفعات اللي موجودة، هتلاقي إن في مية على الكون الحالي اللي احنا عايشين فيه تغطي 1.7 ميل حوالين الأرض كلها. ففي كمية مية كافية جدا جدا على سطح الأرض تغطي كل الجبال. قالوا كمان إنه الطوفان ده المية راحت فين بعد الطوفان؟ طبعا جزء منها اتبخر، وجزء كون المحيطات الكبيرة اللي موجودة دلوقتي، لأنه الرب رفع الجبال وخفض الوديان، فلما خفض الوديان مياه كتيرة اتجمعت فيها وعملت 70% من الكرة الأرضية اللي هو كله مياه.